استقبل وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي والوفد المرافق له بغرفة إدارة الأزمات والطوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين لإيصال المساعدات الطبية لأهالي غزة ووسائل تقديم الدعم الطبي لهم. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الجانب التركي تقدم بالشكر للدولة المصرية على الجهود المبذولة في مساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هناك تعاونا يتم منذ بداية الأزمة بين كل من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والتركي.